السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطبيق اسمه ارت بوت، بيخليك تكتب تكست ويحول لك التكست دوت لصور بالشكل دوت. طيب خلينا نجرب مع بعض. هاجي هنا وادي له وصف للصورة اللي انا عايزها، واقول له ان انا عايزك تبدأ تحولها لي لصورة. اجي هنا اقول له كرييت. طبعا ممكن تيجي هنا في البرومت وتبدا تدور على في السيرش، يكون انت عملت برومت قبل كده فيبدا ان هو يجيبه لك. هنا ممكن تقول له بقى انت عايز كام صوره، ممكن تقول له عايز 3 4 صور 5 صور، مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى هتعتمد على اني موديل في ان انت تعمل صور، هتلاقي عشرات الحاجات وتقريبا كلها اوبن سورس تقدر انت تستخدمها بدون مشاكل خالص. طيب عايزها تكون على شكل لاندسكيب او على شكل بورتريت او على شكل تقدر سكوير، اللي هي النسبة بين الطول والعرض تقدر انت تختارها. فنلاقيه طلع لنا الصورة بالشكل دوت، وممكن تديله صورة هنا او تديله لينك بتاع صورة وهو يبدأ يشتغل عليه، يبدأ انه يعمل لك صورة تانية.